أخبار اليوم. ومن داخل قصر محمد علي حنلتقي بأبطال المسلسل الدرامي التاريخي اللي بيتم إذاعته حاليا في شهر رمضان، هو مسلسل أوراق التوت. أوراق التوت بيشارك في بطولته الفنانة صابرين وكمال أبو ريا ومحمد رياض والقديرة سميح أيوب. القصة للدكتور السعودي ماجد العبيد، والسيناريو والحوار لأيمن سلامة، والإخراج لهاني إسماعيل. تعالوا معنا نتابع كواليس هذا اللقاء وآخر فعاليات التصوير في هذا العمل. النهارده كان لنا لقاء خاص مع قائد العمل مسلسل اوراق التوت المخرج القدير الاستاذ هاني اسماعيل. اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا بيك، منورين. يمكن بنقول لك الف مبروك على العمل. انت عندك عمليا مشاركين السنه دي في رمضان في الماراثون الرمضاني اولاد السيده واوراق التوت. بدايه نتكلم عشان احنا في كواليس اوراق التوت، تكلمنا عن فكره العمل وكيف ظهوره للنور، والعمل كلفك قد ايه من المجهود الذهني والمعاناه ان يخرج هذا العمل بالشكل المبهر اللي شفناه على الشاشه. هو الحقيقة أنه العمل ده بقى له فترة، فكرة جميلة كانت في ذهن صديقي دكتور ماجد العبيد، لأن هي أصلا رواية أدبية مكتوبة باسم أوراق التوت برضو. الكلام ده من أكتر يمكن من 5 سنوات أو أكتر، ولما قرأت الحقيقة الرواية حصل اتفاق مع دكتور ماجد أنه لابد من تحويل الفكرة دي والموضوع ده لدراما تلفزيونية، لأنه الحقيقة أنا شايف أنه أهمية الموضوع في الفترة الحالية مهمة جدا. يعني احنا بنتكلم على الدعاوى الباطله في الفتره الحاليه الحقيقه، اللي بتقول انه او بتحاول تقرن اسم الاسلام بالارهاب، او ان الاسلام دين عنف او دين قهر او دين سفك دماء، والجماعات الكثيره المتجاوزه اللي شفناها اللي هي تحاول تربط اسم الاسلام بيها. يعني العمل دعوه بترد على كل الدعاوى الباطله دي بانه الاسلام دين سلام، دين محبه، دين قبول للاخر، قبول كامل جدا، مفيش قهر ولا فيش اي اجبار على شيء، بشكل هادئ جدا جدا جدا. فالحقيقه تحول فعلا العمل الى نص تلفزيوني كتبه الاستاذ ايمن سلامه. هشام مش بعيد قوي كده. هشام ايوه. سيادتي الطبيب الذي طلبه سيادتك مازلك ادخله حتى اعرف. ادخل طبيب فسيدك ما زال في الطب. ان لم تكن انت تحبها فهي تحبك. لما لا تتخذينه زوجا لا طبيبا، لكن بشرط. اي شرط؟ أن تعتنقي ديني. ومعنا نجمة من نجمات أوراق التوت، أسماء، زوجة الطبيب ابن أحمد أو نورهان. نورهان أهلا بك يا نورهان. أهلا وسهلا بك يا حبيبتي. بداية أنا بحييك على الدور، شفنا أداء منك رائع وده مش غريب عليك، يمكن تيمة أستاذ هاني إسماعيل كان وش السعد عليكي في يسوق العصر. فكلمينا عن التجربة التانية لقاء معاه وإزاي شايفة العمل. والله الحمد لله أنا من حظي طبعا اشتغلت مع أستاذ هاني تاني، ودي مش المرة التانية، دي المرة التالتة. أول مرة كان لما اختارني في مسلسل سوق العصر، وكتر خيره هو أنا بدين له بالفضل في كل الكارير اللي أنا ربنا كرمني واشتغلت فيه. يعني أول حد علمني التمثيل وأول حد تحمس لموهبتي، وفي سوق العصر الدور ده هو أكتر حاجة تقريبا معلمة مع الناس لحد النهاردة. وبعدها عملت معاه مسلسل وحلقة الطيور نحو الشرق، كان بطولتي أنا وفتحي عبد الوهاب، وكان من المسلسلات من ملفات المخابرات، والكاتيجوري دي من الدراما نادرة جدا مش متحققة كتير عندنا، يعني اللي هي زي رأفة الهجان والحاجات دي. وده الحمد لله تالت تجربة، وكنت مبسوطة جدا لأن أنا كان بقالي فترة مش بشتغل، ورجعت يا دوبك السنة اللي فاتت في ابن حلال ورجل الغراب. وبعدين تفائلت جدا لما عرفت انه استاذ هاني دخل مسلسل ومرشحني فيه، وكمان مسلسل ديني، مسلسل اسلامي، وانا بحب جدا الرساله اللي من ورا العمل، وبحب جدا اجواء وديكورات وجماليات وملابس للعمل واللغه العربيه قد ايه
ممتعة ومغرية أن الواحد يعمل فيها أداءات مختلفة ويبين فيها قدرات لو موجودة يعني قدرات تمثيلية لو هي موجودة يعني. قولي يا نورهان إيه جديد بتحضري الفترة الجاية ولا لسه؟ وعايز أعرف في حاجات سينما ولا لسه؟ والله بقى جديد ده في علم الغيب ربنا، أنا بسيب الأمور على ربنا. أنا السنة اللي فاتت كنت بتمنى وبطلب من ربنا أن أنا أعمل حاجة تكون مسلسل ديني مودرن ومسلسل يكون فيه الأجواء التاريخية اللي أنا بحبها، والحمد لله ربنا بعت لي السنة دي مش عارفة ما شاء الله الحمد لله يعني كأنه فعلا الحمد لله الحمد لله. فأنا زي بقى ربنا مش بحضر لحاجة لسه، واللي هيجي لو مناسب ربنا يكرم يعني. على العموم منار احنا بدنا كل التوفيق، وانت دايما بتواجدي في عمل بيبقى يحمل رسالة وبيبقى أدائك فيه متميز، واحنا مش عايزين نعطلك عشان احنا واخدينك من التصوير دلوقتي واخر مشهد هتعمليه. لا لا انا مبسوطه جدا اني كنت معاكم النهارده، وده فعلا اخر مشهد ليا واخر يوم ليا في المسلسل، وهيحصل مفاجاه الناس بقى ان شاء الله تتابعها في الحلقه 15. اه تصريح من نوران بتقول مفاجاه. أيوة في دورها. ايوه مفاجاه جامده جدا. كل التوفيق وان شاء الله هنشوف المشهد برده ان شاء الله. ميرسي جدا. انا ليلانتا الامبراطوره ليلانتا حكيمة هذه البلاد. طبيب عربي أود أن تسمح له مولاتي الأميرة بمقابلة مولاتي الرجل. معنا بطل من أبطال أوراق التوت النجم أحمد ماهر أو القائد سيدوم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. يا أهلا وسهلا. اولا تسمح لي ان انا احيي حضرتك على الاداء اللي مش مختلف يعني مش جديد على حضرتك، المعايشه للدور والشخصيه. كلمنا عن يعني مش اول عمل تاريخي انت برضو تقدمه او يعني عمل بتستخدم باللغه العربيه الفصحى، كلمنا عن مميزات العمل ده اللي جذبتك لاداء هذه الشخصيه. يعني هي شخصيه لاول مره انا بقدم شخصيه راجل طاعن في السن، هو اللي ربى الامراء اللي على مدار رحلة المسلسل بنشوفهم بيتحولوا من أبناء للإمبراطور وأمراء إلى قادة، وهم اللي بيديروا سلطة الإمبراطورية. وأحد أبناء هذا الإمبراطور اللي هي الإمبراطورة ليلانتا اللي هي الفنانة صابرين بتعتلي العرش بالفعل بعد مقتل أبوها الامبراطور. استاذ احمد ليه دايما بنشتكي ان احنا عندنا الاعمال التاريخيه والاعمال الدينيه في قله عليها، المشاهد ما بينجذبش لهذه الاعمال مع ان الاعمال دي بتتكلف ثراء والانتاج، يعني احنا بنلاقيها قله قوي، يعني المشاهد ممكن ينجذب لعمل كوميدي عمل. بالله انا ماشي في الشارع بقى انادى بسيدون يا سيدون يا سيدون وانا ماشي في الشارع، بس العمل ما اتصرش برضه عليه استاذ احمد الضوء زي الاعمال التانية، لان الدعايه والبروباجندا قليله، لان ما حدش بيصرف عليه دعايه، لان العمل بيوزع على القنوات المصريه، والقنوات المصريه يعني ربنا يتولاها، فكويس قوي انها لقي عمل زي ده تقوم باذاعته وتقدمه. انما مثل هذه الاعمال باهظه التكاليف، انت في امس الحاجه الى لوكيشن له طبيعه خاصه ما فيش اي ملمح حضاري فيه، لا نلاقي اريال تلفزيون ولا عواميد اناره، انت محتاجه ترجعي بالعصر الى الزمن اللي المسلسل بيكلمك عنه. هذا الى جانب طبيعه المكان اللي لابد ان تحتفي بالمعنى اللي بيحرص عليه العمل، الديكورات، الاكسوار، المكياج، الكوستيم، الملابس، كل دي بتترجم فلوس. بخلاف الاعمال المودرن كل ممثل بيجيب اللبس بتاعه والستايلست بتاعه بينسق، فالمساله في امس الحاجه الى استفاقه الدوله وان تعود الدوله الى الانتاج مره اخرى. اعتمدت حضرتك على الشخصية كان يعني من السيناريو بس، أم اعتمدت على وثائق شخصية يعني هي من وحي الخيال الكاتب، ولا الشخصية لها مرجع تاريخي؟ لا ملهاش مرجع تاريخي. طب كان اعتمدت حضرتك على تجسيد على السيناريو بس، كان طبعا أي تدخلات طبعا. أنت شكل الشخصية برضو ترسم لها ملامح؟ لا المسألة دي بتتم بالاتفاق مع المخرج مع استف الإخراج بشكل عام، وونس بنستقر على الشكل بنندفع في اتجاه التنفيذ. المهم يا استاذ احمد احنا بدنا كل التوفيق، والشخصيه بجد سايبه اثر وعمل كله سايب اثر مع المشاهد بشكل جيد جدا، والتوفيق يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه. تلك الاقدار سببها انت، ستكونين معي في كل مكان اذهب اليه. سيد مسلة انا خادمك المطيع والزعار. سيد مسلة
ومعانا النهاردة ومعاكم بطل من أبطال أوراق التوت الدكتور ماجد العبيد أو مازلة زي ما بيقولوا في المسلسل. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. دكتور، حضرتك بتمثل جانب الشر في العمل، تحكي لنا عن التقمص للشخصية وحضرتك طبعا القصة لك، تكلمنا عن بداية الفكرة الأول وبعدين تكلمنا عنه. هو أوراق التوت مأخوذة من مجموعة روايات اسمها من أوراق ابن أحمد، مكتوبة من حوالي 5 أو 6 سنين. دور مازلة هو دور الشخص المحرك للشر الذي دائما يتصارع مع الخير. الحياة كلها عبارة عن صراع بين الخير وبين الشر. في هذا العمل احنا بنقدم الصراع والمكر والسباق على السلطة بقدر الإمكان من خلال شخصية مازلة، وكيف أن هناك أشخاص يحركون كل الأمور من أجل أهداف شخصية حتى وإن أظهروا للناس عكس ذلك. دكتور، شايف العمل على المستوى الدعاية يعني الصحافة والإعلام يهتم بيه، شايف أنه خد نصيبه ولا لا؟ ممكن عشان اتزح حصري وتوقيت العرض، عدم الدعاية الكافية، شايف حضرتك إزاي؟ يعني كل هذه العوامل لا شك أنها تسببت في أنه العمل لم يأخذ حقه إعلاميا، لكني متأكد أنه بعد مرور 15-20 حلقة من العمل ستختلف الموازين، ستكون طبعا فاتت الفرصة لإعطاء العمل حقه، لكن ستدرك الناس أنها بانتظار إعادة العمل مرة أخرى حتى تستمتع بما فيه من قيم ورسائل هادفة ومنافسة وصورة جميلة وجديدة. دكتور، أخيرا اللي حضرتك بتحضره الفترة اللي جاية؟ احنا الان في محاولات من بعض المحطات انه احنا نقدم الجزء الثاني من اوراق التوت، لكننا حتى الان لم نقرر اذا كنا سنفعل هذا او لا. عندنا عمل 60 حلقة ان شاء الله سنبدا فيه بعد العيد الكبير، بس نسترد انفاسنا من هذا الجهد الكبير اللي بذلناه في اوراق التوت. وماذا عن اعمالك في السعودية؟ في السعودية ما في إلا برنامج واحد اسمه الدنيا بخير، أنا أقدمه إن شاء الله، سيكون اعتبارا من العام الهجري الجديد على شاشة القناة السعودية. أخيرا سؤال برضو عن قصة العمل أوراق التوت، هل تم فعلا السفر للهند لتصوير بعض المشاهد الخاصة بالعمل هناك؟ فعلا هو تم السفر للهند، ولكن في عندنا مشاهد متبقية إن شاء الله. أتوقع أنه إحنا يعني في نهاية هذا الأسبوع سنسافر لمدة 3 أيام أو 4 أيام لإكمال ما تبقى من مشاهد الهند. إن شاء الله دكتور، كل التوفيق والنجاح لعمل متميز وطبعا متميز بأبطاله. شكرا جزيلا، شكرا للسادة جميعا، كل عام أنتم بألف خير. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعانا النجمة القديرة، نجمة أوراق التوت، الفنانة القديرة والكبيرة سميحة أيوب أو إليسيانا. تكلمين عن الشخصية والاقتدار اللي حضرتك قدمتيها بيه، يعني الشخصية تتميز بنوع من التمويه، يعني ما بنحس إنها اضطرت تبقى شريرة لأن الوزير يعني لقى نقطة ضعف عندها، نقطة ضعف مرضية عندها، فاتك عليها وحكم عليها لا يفشي سرها أو هي تتنها، يعني تتآمر معها. هي تآمرت شوية وبعدين ضميرها صحي وصارت على نفسها وأسلمت وعملت حاجات جميلة جدا مش عايزة أحرقها بالنسبة للشخصية التانية. بعد ذات رهيبة، في حاجات تانية حضرتك ممكن تقدميها في السينما؟ لو يعني تعرض علي حاجة عجبتني هعملها. وماذا عن المسرح؟ لسه يعني شوية، لسه شوية، ما فيش نص يعني أثر شهيتي علشان أعمله. في النهاية بنشكر حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة ويا رب مزيد من التوفيق. الله يخليك، شكرا جدا، شكرا.